unconventional way to start the day. ثالث نهار بجبيل. برمي مش بس على مدينة جبيل بس على القضاء. وهالمرة رح نعمل 12 ضيعة. من بعد 12 ضيعة عن القرارات في حلقة تانية وثالثة ورابعة. واليوم قلعنا مع هيك منظر عسكر والجيش والتيم كله والمطبخ كله موجود هون. مع شاف غيوة رح نبلش تقريبا 8 أنواع نعمل فيهم كريب. بعدين بنقلع نهارنا وبنرجع نطلع طلوع طلوع. اليوم وصلين على تقريبا أعلى نقطة بقضاء جبيل اللي هي القلوق. نهار كتير حلو وجديد. ببلش هلا. نلعب. رح نعمل كريب ماي واي. نفق البيضة ونفقشها. ببرمها على الكريب كرمال يكون عندي كايند اوف كريب ساندويتش. وبترك شقفة صغيرة على الطرف كرمال اول كاتشي تكون سوبر كرانشي. باخذ جبنة بحطهم كلهم سوا. شغلة كتير كبيرة. فينومينال. بعد ما بقول عم زيتاتو عكرين بس بليز خبرين. العجينة طيبة كمان. طيبة. لا كتير طيبة عن جد هيك. You can't stop. عن جد. بعد. واحد هيك يبلش نهار. منبلش نهار بمنقوشة بلبنة بزعتر بكتير اشياء طيبة. بس يبلش نهار بانسبيريشن من كريب فرنسوية على انجريدينس لبنانية على زعتر من ميل سبينتش من ميل هاني وولنوتس شوكولت. وات ستارت عن جد. محمس مبسوط وهيك منقلع نهار. ظهرنا شوي من التقاليد العادية بس رح نرجع ناكل جبنة ولبنة بعد شوي ما تعطلوا هم. ومنقلع نهار بشي كتير حلو. كل وحدة أقوى من التانية. كل وحدة ألذ من التانية. كنافة قطر شوكولا مش معقولين. كوب. Let's start the day. جبنة الأشعوان يلي بنجيبها كل حياتنا من برا صنع في لبنان. أنا بعمل بخليل. أنتم بمنطقة لحفت قضاء جبيل. أنتم بفارم هيل. عم نعمل نحن البروسيس الايج كفر. بلشنا هلا تقريبا من شي شهرين وبلشنا ننزل على السوق وطلعت فكرة أنا وبي قاعدين يعني كنا من زمان وقال لي هاتلا نجرب نعمل جبنة أنا وياك. جربنا نعمل جبنة وزبطت معنا فجربنا نعمل جبنة وطلع البرودكت أشعوان. أشعوان فول فريش ميلك ما في شي معه. هلا هي صفرة لأنه أول شي نتركها تعدي. بس نتركها تعدي من وراء البروسيس اللي بيكون فيها هي بتصفر عادة كيف؟ في منهم يتركوها فيها بتضل بيضة. الأشعوان اللي رح تصير بالسوق قديش بتكون قطع وقت عليها؟ قطع وقت هون أصلا قطع وقت بتكون تقريبا إلا شي 3 جمل. Very interesting. بتبلش أول شي من طعمة الجبنة عندما ترجع تبلش هيك تبين زكزك لسان من كل الميلات. البروسس ببلش من هون. أكثر من 70 بقرة. نعم أشعوان صنع في لبنان. بنبلش من هون. هول البقرات الحليبات بيتاخدوا وبينزلوا على المعمل. عماد جيج هي مشهورة ومعروفة وإجا ماكرون بجه حطها على الخريطة. صحيح.
شو فينا نعرف عن الضيعة؟ أول شيء رح بلش لك باسم جيج. جيج هي بالأرامي يعني هي الكمة. تعتبر بالعصور القديمة هي أعلى نقطة بقضاء جبيل من الجهة الشمالية. من زمان يعني في حضارات مرقت على جيج بحجة الأرز. يعني بلشت الفينيقيين الرومان والعثمانيين بعدين الحقبة اللي اجت يعني الشعوب اللي اجت على يطلعوا يقطعوا الأرز يقصوا الأرز وينزلوه على جبال على بيبلوس. هي الخبرية دائما نسمعها انه اخذوا الأرز وشحنوه على بلاد قريبة مثل مصر والقدس وحتى بلاد فارس. حتى بين بالجبل في عنا حديد بالتراب كانوا ينقبوه يستعملوا يعملوا منه التولز الأدوات للقص الأرز. اللي قدرنا نبين بالتاريخ لهلا لحدود 1400 ل 1500 سنة من وقتها لهلا بلش يبين التاريخ عنا مكتوب. وفي مين صار يأرخوا مثل أبونا عبود يحنى عبود وغيره وغيره عملوا كتب. هلا فوق الكنيسة فوق عقد الكنيسة هسا وانا تحت رح نمشي من ميل لميل عجل شكله بيت شباب. بعتقد هذا اول جرس رح نشوفه عليه تاريخ عليه كمان صليب مزرعة يشوع مشغل انطون منعم هذا تاني جرس منشوف له اياه 1954 جرس مزرعة يشوع جرس تاني عملوا او مجددوا نفع اللي هو بعده هلا عم يشتغل ببيت شباب اوف صبته حلوه بطرس فرحات نحن هلا بجيج عالو 1300 متر نحن هون بمتحف هيدي الأعمال اللي شايفينها هيدي من يعني من 91 هون مبلش بالشغل بال 91 هيدا متحف رسمي بس متحف رسمي بدون دخولية لأنه أنا بيشرفني كل حدا بيجي بيزور ضيعتنا جيج وبيزور متحفي بالعكس نحن بنكون ممنونين لإله. هيدا العمل هو عنوانه حلم مستحيل. إذا بتطلع بالساعة هيدا عقرب الساعات. عقرب الساعة مفروض تكون عقرب الدقايق قطع 12 مفروض تكون عقرب الساعة كمان قطع 11. هلا إذا بتطلع فيها هي بتلاقي إذا واحد عم بيشوف ساعة بلاقيها غلط. بس هي بالمبدأ يعني أنا كنت مفكر إنه بدي رد الزمن لورا. اعتبرت إني أنا شيء مهم. بدي رد الزمن لورا للأسف إنه ما قدرت رديت غير التانك اللي بإيدي يعني هيدا العقرب الساعة أما الزمن هو دل ماشي ما عاد سأل عبطرس فرحات يعني دل ماشي هيدا العمل كتير بيعني لي بيجي لهون كان في نهار عاصفة بوصل بلاقي العاصفة على المنحوتة كسرتها جمعتها بهيدي الطريقة وهيدا عنوانها جهل العاصفة يعني الإنسان مش بموضوع قوة يعني أنا اعتبرت العاصفة هي جهلة هي جهلة إنه أنت وين مقربي عفن إنه كيف بيشرفني اني اهديكم هيدا شرف لإلي انه يكون كتابي معكم
نمد محمية أرزجاج أرزجاج يمكن مش 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 منعطاهم حقهم أكثر ما هن لازم. أرزات دجاج قديمين أكيد مثل مثل كل أرز لبنان، يعني أرز كان يطلعوا عليه الفينيقيين والرومان بعدين يقصوا منه وينزلوا على الجبال على بيبلوس ويستعملوا الخشب مثل ما بنعرف. مش معروف لأنه ما تضوى عليها غير مؤخرا. هي المحمية مساحتها كبيرة، عم نحكي بخمس ملايين متر مربع. مكونة من غابة أساسية فيها كنيسة أثرية قديمة. الشجر الأرز عددهم الكبار 173 أرزة، في بيناتهم شجرة كبيرة من إلا ست الكل، هيدي عمرها حوالي 800 سنة. ضل فيها تلج على مدار السنة، فيها الأرز، فيها تاريخ، فيها عدة أمور يعني مختلفة عن غير محميات. مفتوحة لكل الناس فين يزوروها؟ مفتوحة أكيد كل فترة الصيف، فترة السياحة البيئية مفتوحة. وفي عنا هلأ تحضير عن السنة الألارات، بيكونوا التريلات صاروا واضحين وفي خرايط بتدل وجيد وكل هالأمور بتساعد السواح يجوا يستمتعوا بهذا المنظر الجميل. أنا من جيج جبيل، اسمي عيسى ميلاد عيسى، عم عامل مؤسسة باسم ابني ميلاد عيسى، ما اسمها الجبلية، كل المنتجات الطبيعية المحلية، يعني كلها بنشتريها من هون من قلب المزارعين من هون، بنصنعها وبنبيعها. في ناس بتجيب لي أغراضي، أغراضها تتحملها إذا معه 10 كيلو 20 كيلو 50 كيلو 1000 كيلو بتحلوا يعني حسب الموسم. واللي بده يشتري انا عندي منتوج لي انا عامله باسم مؤسسه الجبليه. بدي اعمله بدي ذوقه، انا ما عندي ميزان، انا كله عدوى. او بيكسروا الايدين يا عمي. خفيف خفيف خفيف، ما في ما بتحسوا بهي القرصه الكور. انا بعطي الهم الليكور، واحد بيكون كتير سويت يعني كتير حلوة، اثنين بيكون فيها كتير الكول بتحرق الزعيم. هيدي توب، كل حبة قد دماغي بيفرطوا فارط. طلع شو حلوين ومناكل كتير طيب. مركز البطاركية المارونية، أكثر من 7 بطاركة مدفونين هون، ضروري نقطع على وين؟ على ميفوق، ميفوق بعد ما زرتها، وما عملت لها حلقة مثل ما هي، فبالصيفية أكيد، مين وايل ببرمتنا على الجبال ضروري كنا نوقف هون. نفوت سوا ونكتشف مركز أساسي. ليتس جو. نحن هلأ بدار سيدة قليج اللي بيوقع بجرد جبال ضيعة ميفوق القطارة. خلينا نبلش بالاسم. إله الأعماق، قليج كلمة أرامية بتعني إله الأعماق. كانت معبد وثني قبل ما أجوا عليها البطاركة. أغلبية كنائس جبال والبترون بنيت على معابد وثنية، أنقاض معابد وثنية. أجوا رمموه على عدة مراحل. كان اسم الوادي وادي قليج. وقت البطاركة عمروا الكنيسة سموها على اسم سيدة وادي قليج. قليج هي المقر الثالث للبطاركة الموار، كفرحاي يوحنا مارون، الثاني ينوح، الثالث قليج، قديش الرابع، الخامس كركة.
شجرة المسابح هي شجرة لوز من 10 سنين يبست، بقيت يبسة 6-7 سنين يعني أكتر، حطب مش إنه مرضت وبعد فيها حياة. كان في مشروع عن قصة بتذكار الموتى رايحين على المدافن، حدا بعلق مسبحة فيها، تجي الفكرة إنه ليه ما بنعملها شجرة مسابح ونشجع الناس تصلي. منجيب 10 مسابح مكرسين من رهبات الصليب بالضمنية ومنعلقهم ومنحط بلاك إنه إحدى كلمات العذراء بإحدى زهوراتها تشجع العذراء، بكل زهوراتها بتشجع الناس على صلاة الوردية. بس ما حدا توقع، صارت الناس تجي تصلي عن نية حدا وتعلق مسبحة، صاروا يزيدوا المسابح. أول ربيع منتفاجأ إنه الشجرة رجعت تورق وتزهر وبس ولا حبة لوز. وبعدها كل سنة، هيدي سابع سنة بتزهر فيها وبترجع بتتجدد. غارة مر شربل اللي كان يصلي فيها مر شربل تحت، هي كانت مركز مراقبة صليبي، وتحته صوب مريو يعني بالوادي تحته في مركز تاني، يعني كان في مركزان انذار قبل ما يوصلوا على البطريركية، يخبي حاله تا كانت مرقة الأمور أو يهرب منه. قديش بارمين على مراكز دينية؟ هيدا غير، هيدا فيه شيء غريب، فيه إحساس غير، فيه خشوع غير. جمعوا بعضهم أكثر من 90 شخص وصار لهم هون أكثر من 20 سنة بيهتموا بهيدا المركز ليضلهم ضايعين. فعلا من الوصلة غير. نحن هلا واصلين على مغارة القديس شربل. قبل ما يكون بعناية بدير مرمرون كان هون بميفوق، كمان بميفوق بميفوق، وكان يجي لهون يصلي، ومن بعدها يعني من بعد هيدي المرحلة انتقل على دير مرمرون بعناية. وأنا معلم جبني. معلم جبني حبيتك جديدة. كنت قبل مزارع. مرة واو. سألتني بدك تقرر شو بدك تكون. فاليوم أنا عم أقول إنه نحنا بهيدي الصوند هلا رح نشيل جبنة معمولة خصيصا لألك. بديك تدوق هيدا الشيء إذا كان ممكن. شو هالبطل؟ شو هالزلمة؟ بتكفي برمتنا عند تاني بسام بحبه كتير غير بسام طبعا امبارح. بيعمل جبنة ما بتلاقوا منها إلا بأوروبا، بيعمل يوروبيان ستاندرد جبنة من أروع ما يكون. I don't share cheese. اللي بده يشتغل في شغل، اللي بده يخترع في يخترع، ما حدا قال ان الشيء الطيب لازم تجي من اوروبا. هيدا السوند مندق فيه على الجبنه. جبنه اذا فيها فخويت يعني هي بلشت ايامها تصير لازم تنشال، مش يعني تزعت لازم تنشال، قد ما بعدها قاسيه قد ما فينا نبقيها. اذا عم تسمع الصوت هون ما في فراغيت. اوكي؟ عملت هيدا الشيء يلي هو السكينه بقلبه بالكاف. انا وعم بفحص الجبنه، مهم نرجع رد الوشون. انا وعم بفحص الجبنه بالكاف شيل هيدي الشقفه يلي هون تراوطها بتقلي قديش الجبنة. عم تشوف هيدي باتكويت رسي، بس باتكويت. اوكي، كل ما عم نشيل الجبنة من قلبها والجبنة عم تقدر تضاين، اكيد هيدا منه للبيع، هيدا بقري انا وياك. كل ما عم نقدر نعرف قديش فينا نبقي الجبنة وقت، وهيدا بخلينا نعرف كيف قلبها للجبنة عم يتفاعل. بسام بيعمل شغل روعة روعة روعة.
شو هاي؟ شو هاي؟ بكبر فيك وبنبسط تشتغل. دمع ساعات بقرا باكل هيك جبنه، مش معقول مش معقول. هاي ترتيفلات معموله بكونتي؟ معموله بهيج بعدها سخنه. بدي دوقتك اياها. واو عم بتخيل هاي شو؟ يلا يلا هيدا جو. شي كتير قوي. ترتيفلات معموله بالكونتي. عم بتخيل شو بده يطلع، يعني هي بلا شي فول بوديد سموكي انتنس تشيز. كيف ساعات بدها تنطبخ؟ بطاطا مطبوخة على الآخر، جامبون، الجبنة، التوم من غير شكل، في طعمة كراميلايزيشن كتير حلوة، سويتنس كتير كتير لذيذة. واو. من هون نقول على كل الجبنة اللي عنده إياهم من أولها لآخرها، من الجبنة اللبنانية للقشطة للدوبل كريم للحلوم لللبنة. نحن وين؟ نحن بالفالي بلانش. هيدا الكاف تبعنا، هو كاف طبيعي اذا بين فيه اي اشياء، لانه هو حجر وبتعرفوا بالحجر شو بيصير، والكافيت هن هيك بيكونوا، الابويه هيك بيكونوا، محمد بحط الجبنه. هيدي الكروت بتفرخ عليها البورتشا، بتفرخ على الجبنه، مش اوبينيون صديق لصديق. الجبنه مثل ما بنشوفها بالفلومه، يعني مثل ما بتشوفوها بفرنسا تحت الشاتويات بمحل ما بيعملوا الجبنه، وهيدي الجبنه عم تتعتق شوي شوي شوي. ما تخيلت حالي شي نهار ارجع اتذكر اوتوكار المدرسة، اوتوكار المدرسة ارجع نتعشى فيه مثلا او نتغدى فيه. اوتوكار المدرسة مثل ما هو البنوكة بدل ما يكونوا ورا بعضهم واحد بوجه التاني، طاولة بالنص، يعني مثل ما عملوا الطيارة يلي هي مثل المطعم. اليوم في اوتوكار المدرسة زيته زيته، هيدا الفارجو يلي كان يوصلنا على الساعة 6 على بكره مع الزمور غير شكل الشوفور اللي حط ايده برات الشباك. صرنا وين على طريق عنيه ونص على مرشرب، الاثنين باصص حد بعضهم قاعدة غير شكل، منظر اخوات والريحة بتعقد، فبعتقد الأكل رح يكون جنون. احنا هلا على طريق عنيا مرشربل. انا اسمي إلي رميا، نحن فتحين هيدا البروجي انا وخيي ورفقتنا اثنين ريتا وسيمو. هو بس نحن اربع اشخاص، نحن بنشتغل فيه، نحن بنحضر كل شيء، نحن بنعمل كل شيء. المنيو هو عبارة عن ساج، ساندويتشز، برجر، باستا، بيتزا، سلاد مع ديسير أكيد. يعني كل شيء خاصه بالأكل، بحب أتعلم كتير أشياء جديدة. أنا أكتر شيء اشتغلت بالميزة اللبناني، وبعتبر حالي أنه بالأفضل شيء بالساج. تعلمت من أنا صغيرة كمان أشتغل ساج، وبحب أشتغل بالأكل وبحب شغلي كتير. هاي أنا سيمو، متعلم هوسبيتاليتي وبعدني بالجامعة وعم بشتغل وشغل كذا محل يعني، وكذا كونسبت إيطالي لبناني كل شيء. وهلا هون عم نشتغل سلطات ومنولع الجريل، دائما العالم كتير بتحب أكلنا. جانا على المدرسة. أنا بباص المدرسة، ما كنت انتظرت بحياتي بقعد هون أيام زمان وشوفير ورا يطلع على المراية ويطلع مين الزهران قاعدين اخر شيء. ورجعنا هلا تنقعد تنتغدى او تنتروق فيه. احساس كتير غريب وكتير سبيسيال. فينا خبركم انه عندهم عجينة وورقة لز من هيك. طلعوا تروتها. فيها قرشة صغيرة بلا ما تكون ولا معظمة ولا بتعلق. مع لبنة. رائع. فعلا رائع. هيوج جوسي مستوية مظبوط ما بتعلق. من هون شفت شي كتير حلو عدنا طول، حتى نروح على الاشياء الجديد. كلوب كازدارو والبرجر. صوصي جوسي، جبنة برا وجبنة جوا، دبل تشيز. واو very interesting. full fledged.
هو قرداحي فاونديشن، تأسس سنة 1992 بعائلة القرداحي، و it was donated to LAU سنة 2013. بين 2013 و 2016 كنا عم نعمل activities، جبنا بروجي مع الاتحاد الأوروبي اسمه الأميات، مسار الأمويين، مع شركاء بمدن البحر المتوسط وأوروبا، وقدرنا حصلنا على funds من خلالهم، من خلال هالفند بالتعاون مع بلدية جبيل كمان عملنا متحف رقمي هون الأميات ميوزيوم. فوق بالطابق الثاني في عنا مكتبة فيها 1800 كتاب عن تاريخ جبيل وتاريخ الفينيقية بشكل مركز. وهون الغرفة اللي هي تانجبل هيريتج فيها أرتيفاكس، كل شيء عم تشوفوه هون هو أشياء مش تقليد، أشياء أساسية. وتسيني زفر قد ما بدك يزيدوك ميخايلو بيتش محمزات بايرو. أهلا صباحا، أهلا بونجور، أهلا أهلا. شكرا، محضر لي شيء. لبنان أحلى بلد بالعالم. قول ثلاث أيام بجبيل وما صور مع مازن، انتو شو بدكم تقولوا؟ مازن شو بدي يقول؟ مارتي شو بدها تقول؟ فضروري 100%، فضروري تخلص الحلقه ثلاث ايام مع مازن. مازن رح فوت دغري على المطبخ لايف، رح نعمل سندويشات، اشي كثير سبيسيال، حضر لي هديه ولبست لي كاسكيت غير شكل. واو، يلا ان ذا كيتشن وين مازن؟ ابي ساندويتش، عم نعمل ريميك لساندويتشز، بدنا نتسلى بطريقه فاني شوي مثل ما عودناكم. جود ايفنينج، هيك بحماس. طيب انا اسمي مازن، اوكي، وانا عندي محل اسمه خندوتش بجبيل، وصلت ال ان بي سي جونيور كلوب. لا هديك وشكلك هيك اليوم يعني بعتذر منك مش هربان، وصار لي كثير زمان بطبخ وانا شايفه كثير مهضوم، وهلا دفعنا 20 كيلو. قررت اعمل رمزن اج رول برجر. برجر شفتوا الرول على الطرف، بيضه، جبنه، لحمه مظبوطه، كل الانجريدينتس موجودين وين ما كان، من اطيب ما يكون، من اروع ما يكون. هيدي شغلة، شغلة كتير كبيرة، شغلة مهمة. الباتر عظيم، الكرانشينس تبعه الروعة، طلعوا اللحمة جوسي ماكسيموم. عارف وحياتك أهلا، وأنا عارف. جبيل واحدة من أعظم المدن الفينيقية، جبيل المنطقة اللي ما صار فيها ولا حرب، جبيل المنطقة يلي محمية بكلها جبيل وكانت واصلة للبحر يلي ولا حدا قدر يفوت عليها، وكان يجربوا يفوت عليها بس من البحر. جبيل مش بس المدينة، جبيل القضاء، جبيل الرومان، جبيل التاريخ، جبيل التراث، جبيل كتير اشياء. فرجيناكم جبيل 12 ضيعة منا بس بأول حلقة، وإن الله راد رح نعمل حلقات تانية وثالثة ورابعة. كل ما نفوت على ضيعة فيها شيء، كل ما نفتح باب فيه شيء، كل ما نفتح كنيسة فيها شيء، جبيل ما بينزهق منها وجبيل فيها كتير.
فين اخبركم انه اللي اكتشفته اخر 3 4 ايام بياخذ العقل، مش بس من تراث، من اثار، من من اشياء رومانيه، بس من الناس، من الشعب، من النحاتين، من الاكل الطيب اللي اكلته. حلقه بتعقد. ضياع باحلى بلد بالعالم. بتخلص اليوم وان الله راد نرجع من كفي لحديث بنغطي كل ضياع لبنان، واللي بعد منه مقتنع انه احلى بلد بالعالم يقتنع. مشوارنا بيخلص، بنلتقى بالحلقه اللي بعد. ما بعرف وين بدي شو بدي اقول. اكثر من 70 بقره. هل اوكي عشت كله جاي يروي مركز كتير اساسي للمال يلي كان مركز البطريركية المارونية، مركز مش مبين القهوة منيح بالجرد بلبنان، مش معقول بضفر الطويل مش عارف كلهم هيك بس انا طبعا لك هيك 1 2 خلي وجهك لعنا يلا او لا مثل المناظرة اللي بتطلع قدام. مين عامل حركات هون؟ بترجع بتنزل وبترجفكم كل الوقت. بتظل الايام احلى ايام ادرس احساس كتير غريب كتير سبيسيال كول. ريدي؟ يب حماس حماس حماس.